استقبل متحف الغردقة المئات من الزائرين خلال الاحتفال بيوم السياحة العالمي، وفتح المتحف أبوابه بالمجان خلال هذا اليوم، حيث تم استقبال نحو 5000 زائر من المصريين والأجانب. اليوم بيشهد إقبال غير مسبوق لم نشهده اللهم إلا في افتتاح المتحف في 29/2/2020. بلغ عدد الزيارات في الفترة الصباحية وحتى الآن بدءا من افتتاح الفترة المسائية ما يزيد عن حوالي 4000 زائر ما بين مصري وأجنبي مقيم وأجنبي غير مقيم بعد حصوله على تذكرة الدخول المناسبة. اليوم بيتأتى طبقا لمرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد، ويعرف أيضا باليوم العالمي للسياحة، وده كان قرار صائب جدا من المعنيين في وزارة السياحة والآثار والأمين العام الذي أصدر القرار. جينا أنا والأسرة النهاردة عشان نشوف متحف الغردقة ونشكر الحكومة والمسنين إن هم أتاحوا لنا الفرصة إن احنا نشوفه، وما كنتش أتصور بصراحة إن هو بالجمال والروعة دي كلها، وخدنا شوية صور كويسة وحاجة فوق الوصف يعني. أنا بحب أشكر وزارة السياحة وبالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر على اليوم العظيم النهاردة وتشجيعا للسياحة المصرية. فعلا اليوم ده يفرق كتير في حياة الأسرة المصرية. استمتعت جدا النهاردة في متحف الغردقة مع أسرتي، ومن أهم القطع والحاجات الفخر جدا طبعا في تاريخ الحضارة الفرعونية وطبعا الحضارة الإسلامية والمنتجات الزجاجية طبعا، وكمان المقتنيات الذهبية لأسرة محمد علي والعيلة المالكة.